انا مش راضي عن الوضع نهائيا ولا من مرة. طب النجم محمود بروح اسكت ولا بروح؟ بروح اخوك بروح. تعرف ايش بدي اروح؟ ابو نادر بدي اروح. لا انا موافق مع ابو صالح. محمود بروح. انا اصلا فيها جابه وانا بوسف يعني كيف يعني اخر شيء اقول لك. الاختيار سمعتها في الكلمة دي بتغضب علي شو بتعرف؟ ويتغضب وشو يعني هو ذاكر ربنا؟ والصف اللي خلف يتغضب شو بتعرف؟ تروح نصرف محمود شو بتقول محمود تقنع فيها مشان نروح بقول لي انا لازم نروح اي بابا حاجة مصحش مشان اخونا يا ابني انا اللي اجل وانت كنت مروح وبتشوف يعني بتطلع وبتسمع الثاني وانا بتاخر فيش اطلع يا سيدي كان شو بصير بعد ابو الشيخ؟ اما انا معك اشهد الله اذا رحنا كنا بنجون هدف والله ما هو اذا كنا نروح هذا الكلام هذا الكلام مش مستوعب الحكي هذا شفته واحنا شدينا اذا رحنا وهون ها؟ اذا كنا نروح سرعنا وليون ها؟ برافو عليك هذا الحكي اللي حكيته كنت ما دامت انك بدك تروح كان خلينا بكرامتنا يا زلمه روحنا من اول طيب وحياه البغل اللي موصيت منه اذا بتطلعوا على الخميره اني لا تسخروني ولا عمرني احكي معكم انتم لانها اذا بتعاودوا تطلعوا هالمره غير مرة الجايه تحجز ليها وتياسكم اشهد اخف عليكم واخف على فرح الشايب فرح الشايب هذا من ورا خير طرطوريا كبرت احلمت يا زلمه الخميره تنظيم خالتي وامي بتكون هاي التنظيم اجو اه ابو شبيجه ابو نادر بتروحوا؟ ما بتروحوا؟ انا ما رحتش عشان شفتوا ما انا دكتور انا بس عشان هيك ما رحتش وانا اذا انتوا رحتوا او ما رحتوا انا مش فاهم يعني انا مش قاعد بجي من السلام يا ابو نادر انا بكره ما ندمش ابو صالح ولا بوصل بكره مش فاهم ابو نادر ابو نادر تفضل تعرف انك فهمت القصه مش قصه عشان مرتش وانا عشان ودت ولا عمر انا ودت ما تفرقش انت راحت امها ولا راحت راح ابوها معها ولا راح ابوها يعني مش واضح القصه في شيء ابعد من هيك احنا زعلانين على اشياء فات تمام مش غلط ودت ورا امها بدك ودتها انا ما بزعل حق ما هو بطارت في السياره عمال اما قصة السيارة وفي قصة ثانية ابو اشرف احكي اياها وغير ليش انت ما بتحكي لي انا ابدا ما بعمل ايمان ابو اشرف احكي اياها بعد الفكرة قايد له انه كذا كنت انت ازلنا ايمان ابدا منك لما بدي ايش انا بحكي لايمان هذا هو خرب لي ليش من تفتيش من الموضوع بس كم حتي بدي انا دول اخر انا قايد انا اذا بدي ايش انا بقول ايمان ابدا منك اما هو عملت ما تركع السيارة يوم يوم لا ما بطلت اشوفها مظبوط يا سيدي انا مجرم وطلب انا اخوك وقل له اذا انت بتشر بدنا نصحى ونحكي معك فاهم منين يعني انا بدك تخنا ببعضها والله يا ابو لا ما حكيت لك الحكي هذا زمان لما عبد الله ضرب لي تليفون بقول لي يا ابن الكحبه بدي اجي اربيك كنت الحكي هذا اللي حكيته بدهياني اضيع عبد الله كنت الحكي هذا حكيته هذا حكي حكيته الليلة اه بدهياني اضيع عبد الله ركيته لينا وابو نادر انت روح حط معك فراشك واحكي لك شو بدك خير وخلينا نضل زي ما احنا عشرة منا اذا بنروح بنكبى احنا عن ذلك انا برعش انك صرت واحد نتيجه عندك عبد الله هذا يا اخي ما تجيش انت تيجي عند محمد بديش تجي لا عندك لا تيجي على محمد احد وانا بلغت لا عندك فعمل فعلا عندها تيجي على وضع طبيعي عندي من جاية لأنا كاين على التليفون كاين كاين بروح بسرعة وانا عبر يعني عطاني بروح بعدين الشيء
أكيد أشوف هاي زي الجوار كتاب الجوار اللي كان تزورها أنا بطلع مكسوم على أبوه شو بدك بس كيف الحساس إذا بدك كنت كايدا بدك كنت باقي بدك ما روح نحن وكنت على عندي راس الأرض وما دنا طلب إنت وشو رأيي أكيد من جار والله كيف وبعد ما كانوا رأيت شو رأيت أزوج فيهم كانوا طلبوا أشياء ده أنا روحت
برضه انا كنت مؤشر، كنت استنى ابوك كنت جاي، كنت ابوك كنت جاي. وبعدين يا جماعة وان شاء الله ان ابو سنتين يعني شون خير ان شاء الله وشن التنعم يا ابو سنتين بنحلها بنحلها ان شاء الله وكرا على ابو سنتين بنحلها. طبعا المستحيل انا يعني سوي المستحيل ان انا بتشوف وكاوة ونعم بس